برحب بحضراتكم من جديد. فقرتنا التانية هي فقرة طبية هنتكلم فيها عن أمراض وآلام العظام، خاصة خشونة الركبة وآلام الظهر. كتير من الناس بتواجه صعوبات في الحركة والمشي وطلوع السلالم، حتى كمان في الرياضة، يعني حتى هما بيمارسوا الرياضة. وكتير منهم برضو بيتجاهل الألم وبيستسلم لحد ما يحصل له مضاعفات، ومنهم اللي بيكشف وما بيوصلش لنتيجة أو مش عارف يشخص حالته. كل ده هنتكلم فيه في فقرتنا مع الدكتور أسامة لطفي أبو زيد، استشاري جراحة العظام والمفاصل. برحب بك يا دكتور. أهلا وسهلا، إزي أهلا حضرتك يا حضرتك، فندم، أهلا نورتني. وسهلا. عايزين نعرف بس ده المشاهدين، إيه هي خشونة الركبة وأعراضها؟ أولا أحب أقول للسادة المشاهدين، خشونة الركبة دي ما تعتبرش حاجة مرضية، دي بنعتبرها، بقول للمرضى دايما، زيها زي لما الشعر يبيض، زي لما البشرة بتكرمش، دي حاجة بتحصل مع تطور الطبيعي للعمر. في عوامل معينة ممكن تعمل الخشونة المبكرة، ودي بتبقى ليها أسباب معينة أو أسباب هنقولها دلوقتي. تمام. قبل ما نتكلم على خشونة الركبة، هي الركبة عبارة عن إيه؟ مفصل الركبة عبارة عن عظمة الفخذ، أسفل عظمة الفخذ وأعلى سطح عظمة الساق، وبينهم في مخدتين كده اللي هما الغضروف الهلالي. سطح عظمة المفصل الساق أو الفخذ ده مفروض إنه أملس جدا زي الإزاز، حاجة ملساء جدا، ناعمة جدا. في حوالين يحيط الركبة الكبسول، وجواه الغشاء السينوفي والمادة الزلالية اللي هي بتعمل لزوجة للركبة. وفي بقى الأربطة للركبة، الرباط الصليبي والأربطة المفصل. تمام. عشان نتكلم على أعراض الخشونة أو مستوياتها اللي هي بتحصل، هي اصلا ايه خشونة اصلا؟ يعني ايه الخشونة؟ الخشونة هي من اسمها هو احتكاك العظم ببعضيه نتيجة أسباب كتير، أهمها طبعا إن احنا بيبقى المادة اللزجة بتنشف، يحصل تآكل في الغضروف الهلالي مع الوقت، بيحصل احتكاك ما بين العظم وبعضه، ده بيؤدي إلى آلام طبعا شديدة، وكل دي لها كل درجة ليها آلامها وليها أعراضها. الركبة أو خشونة الركبة لا مستويات يعني. عندنا نقدر نقول، عشان نتكلم على الأعراض هنقول مثلا مستويات الركبة، خشونة تمام. الركبة. عندنا 4 مستويات لخشونة مفصل الركبة. المستوى الأول أو الدرجة الأولى ما بتبقاش باينة لما بنعمل أشعة، ما بتبقاش ظاهرة في الأشعة أي تغيرات، حاجات بسيطة، نتوءات، ممكن زيادات عظمية، حاجات بسيطة جدا، وبيبقى المسافة أو المسافة ما بين المفصل الركبة ما فيش أي ضيق فيها. بتيجي المريض بيشتكي من بعض الأعراض البسيطة، طلوع نزول السلم، في ألم، ألم مع المشي لفترة، ألم مع لما بيقعد تاني رجليه لفترة طويلة، ما بيبقاش في أي ارتشاح أو أي أعراض تانية. طب الشباب بقى، يعني اسباب ايه؟ يعني في شباب كتير بيجي له خشونه ركبه لاول مره يظهر الكلام ده، يعني كنا بنقول ان كبار السن علشان هم مع مراحل السن الكلام ده، لكن في شباب وفي سن العشرينات كمان بيجي لهم خشونه ركبه، ايه اسباب لا، ده؟ هو مفيش خشونة تيجي للشاب في سن ال20 أو سن ال30. الخشونة دي عشان لا بس تحصل، في شباب يا دكتور ما أنا بتشتكي هقول من ده. لحضرتك، هي الخشونة في فرق بين ألم الركبة وخشونة الركبة. تمام. الخشونة عشان تحصل خشونة ويحصل احتكاك ما بين العظم وتآكل في العظم، دي محتاجة سنين وعوامل كتير. الشباب ممكن لو يتعرض لآلام المفصل أو للخشونة المبكرة بتبقى نتيجة يا إما إصابة، حصل كسر مثلا، حادث، حصل كسر وصل لسطح المفصل، عمل احتكاك ما بين سطح المفصل وبين الغضروف، بيعمل تآكل في الغضروف، فده بيعمل له خشونة مبكرة وبيعمل له آلام نتيجة تآكل الغضروف. حصل لعيب كورة عنده قطع في الرباط الصليبي، القطع ده بيعمل احتكاك مع سطح المفصل، ده بيؤدي لألم ومتكرر وبيؤدي لخشونة مبكرة. الخشونة عندنا في خشونة أولية وخشونة ثانوية. الخشونة الأولية اللي هي بتحصل الطبيعي مع تقدم العمر. الخشونة الثانوية لما بيحصل أي عامل مساعد، يعني مثلا في الشباب أو السن الصغير، واحد عنده تقوس في الساقين، مولود بيه،
ده بيبقى عامل يزود او عامل مساعد ان يحصل له الخشونه في المفصل في سن بدري عن وقتها الطبيعي، يعني يبدا يشتكي مثلا في سن الأربعين او الخمسين من الام المفروض ان يشتكيها في سن السبعين. او مثلا واحده وزنها 140 كيلو الوزن بيفرق يعني. طبعا طبعا هي العوامل كتير. احنا بقول للمريض دايما ان الخشونه هي ممكن ما تبقاش مرض لو احنا قدرنا نسيطر عليها. يعني العوامل الكتير اللي هي او العوامل اللي بتساعد على الخشونه: الوزن الزياده، طلوع ونزول السلم بطريقه زياده عن اللزوم، الوقفه الكتير، ان الواحد يقعد تاني رجليه اكتر من 90 درجه لفتره طويله او في وضع ثابت لفتره طويله. في حاجات كتير ممكن بتأدي لموضوع زيادة الخشونة. بنقول للمريض دايما في يعني عشان نحاول نحافظ على الركبة، نحاول نحافظ على ان ما يحصلش التطور للخشونة ده، لازم نبعد عن الحاجات اللي بتضر الركبة اللي هي قلتها لحضرتك. لازم تقليل الوزن، لازم ان احنا نعمل تقوية للعضلات معينة بحيث انها تشيل الحمل عن الركبة. لو حصل إصابة في سن صغير، غضروف، رباط قطع جزئي في الرباط الصليبي، ده لازم يتعالج بدري عشان ان احنا نتاخر في علاجه. ده هيعمل مضاعفات من ضمنها ان هو بيعمل احتكاك مع سطح المفصل بيؤدي الى الخشونه المبكره. تمام. ايه بقى مستوياتها؟ يعني هي لها مستويات معينه؟ احنا عندنا اربع مستويات من خشونه الركبه. زي ما قلت لحضرتك الدرجه الاولى او المستوى الاول بيبقى ألم بسيطة، بس بتبقى بداية كألم بسيطة نتيجة شوية نتوءات أو زيادات عظمية في أطراف الركبة. المستوى الدرجة الثانية من خشونة الركبة بيحصل، احنا عندنا لو ما نعمل اكس راي أو أشعة للركبة بنلاقي إن الركبة كلها بنفس درجة اللون، العظم كله نفس درجة اللون. بيبدأ بقى مع زيادة الخشونة نلاقي فيه لون أبيض أو تكلس في العظم تحت سطح المفصل، ده بيدينا دلالة إن فيه دي درجة من درجات بداية الخشونة. بس بنلاقي إن المسافة مفيش ضيق ما بين مسافة المفصل ما بين عظمة الساق وعظمة الفخذ. تمام. الدرجة الثالثة بيبقى النتوءات دي زادت، بنلاقي نسبة المسافة ما بين المفصل بدأت تقل في ناحيه يمكن الداخليه يمكن اكتر من الناحيه الخارجيه، بدا يحصل نسبه تقوس في الساقين. الالام بقى بتبقى ازيد على فترات اكتر. اول ما يصحى من النوم ممكن يبقى فيه الم، لما يمشي اي مشي بسيط، اي طلوع ونزول السلم. لما نيجي بقى للدرجه الرابعه واللي دي الدرجه اللي هي النهائيه، دي بيحصل بقى تاكل تام في الغضروف الهلالي، بيحصل احتكاك ما بين العظمتين الساق والفخذ سطح المفصل مع بعض. دي ممكن تعجز عن الحركه؟ تعجز عن الحركه؟ هي مش بتعجز، يعني هي ممكن تعجز عن الحركه نتيجه الالم. لان في الحاله دي المريض بيشتكي من الم حتى وهو من غير ما يتحرك، لمجرد انه يفرد ويتني رجليه وهو قاعد بيحس بالم شديد. وبتبقى في اعراض بقى التورم واعراض ارتشاح الميه. ففي الحاله دي اللي ممكن تكون محتاجه تدخل جراحي. طيب ايه بقى طرق العلاج للمستويات كلها او مستويات خشونه الركبه؟ تمام. اول حاجه احنا ده طرق العلاج بتعتمد على عوامل كتير. طبعا كل مرحله لها علاج. سن المريض، نوعيه العمل بتاعته بتشتغل ايه، الاكتيفيتي بتاعت المريض، وزن المريض. فعوامل كتير بنقدر نحددها في علاج المريض. سبب الهيستوري او السبب المرضي للمريض، يعني لو هو عنده قطع في الغضروف بيبقى لازم طبعا تدخل المنظار وتصليح القطع او تصليح الجراحه. تصليح جراحي. فيها علاج طبيعي؟ هو العلاج الطبيعي ليه دور ودور مهم جدا طبعا. لما بيكون في عندنا ضعف في قطع في مثلا جزء في الرباط الصليبي، حصلت درجه من درجات الخشونه، بيبقى العلاج الطبيعي مهمته ان هو عندنا نقوي العضله الاماميه للفخذ. العضله الاماميه لما بتقوى للفخذ، العضله الاماميه لما بتقوى بيحصل انها بتشيل جزء من الحمل على الركبه، بتعوض القطع الجزء اللي حصل في في الرباط الصليبي. فتقويه عضلات الركبه وتقويه عضلات الفخذ الاماميه بتشيل بنسبه كبيره جدا
او بتعوض الحمل عن الركبه، فبتقلل نسبه ده الالم دكتور اللي بتسببه. نعم بالجراحه اللي هو يعني حضرتك ده العلاج بالجراحه ولا ده علاج؟ لا ده العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي اللي هو ولا علاجي ولا جراحه. ما انا بقول لحضرتك المستوى الاول او الدرجه الاولى بناخد بيبقى علاج دوائي بس، حاجات يعني احنا ما مكملات غذائيه. امتى بنلجا للجراحه؟ دي في الجراحه لو المريض وصل للخشونه التامه، لو في سبب ميكانيكي زي قطع في الرباط الصليبي او قطع في الغضروف، مش هنستنى لما يعمل خشونه في الركبه، لازم نتدخل نعمل تصليح للقطع ده تفاديا للمرحله اللي بعد كده. انما خشونه الركبه ما نقدرش نقول ان احنا هنخش نتعامل جراحيا او دوائيا نرجع الخشونه زي على حسب التشخيص يعني. ما نقدرش حتى نرجع درجه الخشونه اللي بنوصل لها، ما نقدرش نرجع لها. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحاول نحافظ على الركبه، ما نوصلش للمستوى اللي بعدها، نطول الوقت، نخلي المريض على الاقل ان هو بيتعامل في حياته الطبيعيه بدون اي معوقات او اي الم. تمام. ايه بقى طرق يعني الوقايه من خشونه الركبه؟ يعني من قبل بقى المرض ده ما يجي والناس تتالم، ايه طرق الوقايه خصوصا لفتره الشباب او للشباب علشان ما حدش يجي له هو اهم حاجه او يصاب بخشونه الركبه؟ اهم حاجه نمط الحياه بتاعنا. يعني نعرف ان الحاجات اللي بتضر الركبه لازم نبعد عنها. اهمها زياده الوزن. يعني تخيل انت شخص شايل شخص تاني وماشي. فده بيبقى حمل على الركبه، ده مفصل حركي، مفصل عليه حمل كبير، زي مساعدين العربيه زي اي حاجه. الاستهلاك الزياده هيؤدي الى مضاعفات او اضرار بالركبه. تمام. نتفادى طلوع ونزول السلم الكتير. طب واحد في ساكن ناس، يعني في ناس بتبقى ساكنه في ال 12 وفي ال 11. مظبوط. طب دول يعملوا ايه يا دكتور؟ ما هم مجبورين على ده. ما هو مجبورين على ده، بس بنقول ده حتى الرياضه برضه يا دكتور فيها ده، يعني ده حتى بيقول لك طلوع السلم رياضه، الكلام ده صحيح؟ ما هو لا، هو رياضه ممكن نستعيد عليها برياضه ثانيه، بس لما تبقى في بدايه مشاكل في الركبه يعني بتبقى أصلاً نتفادى نتفادى طلوع ونزول السلم. لكن لما نطلع وننزل السلم يعني مره في اليوم مرتين، غير لما نكون طالعين يعني نازلين، يعني ما يبقاش عندك وزن زايد وتطلع طالع نازل، غير لما نبقى طالعين نازلين وبالذات مع الوزن الثقيل. نوعيه العمل، الواحد بيقف فتره طويله، بيقعد تاني رجليه، شغله بيقعد مولط ارض سباك، بيقعد تاني رجليه فتره طويله جدا. كل دي بتساعد او بتخلي الخشونه الالام الركبه تزيد. فبنحاول نقول للمريض ما تقعدش او ما تفضلش في وضع ثابت فتره طويله، كل شويه لازم تتحرك او تغير وضع ركبتك. لو الوزن زياده تقلله، ما تطلعش تنزل سلم كتير. في بعض الحاجات الخطا، يعني مثلا الجيم، في ناس بتروح الجيم تعمل رياضه، بس في بعض الرياضات بتضر الركبه، يعني زي العجله اللي في الجيم او ركوب العجله عامه، ده بيزود احتكاك المفصل ببعض. فاللي عندهم بدايه خشونه او بيعانوا من الام الركبه، بنقول لهم بلاش يعني نوعيه الرياضه اللي فيها زي العجله او زي انك تشيل حاجه وانت طالع ونازل بجسمك. تمام. في بقى مشاكل الظهر والام الظهر، في كتير بيقعدوا على المكاتب، يعني انا من الناس دي عموما، يعني في كتير بيقعدوا على المكاتب لفترات طويله. حتى برضو اكتر الناس اللي اشتكوا من الكلام ده الناس اللي بتقعد او بتقود العربيه او السياره بشكل في ساعات طويله، يعني في سواقين، سواقين الميكروباصات، سواقين اللي شغالين على الخط. في ناس سالوني السؤال ده، اساله لحضرتك. تمام. ده بيحسوا بالام اسفل الظهر. ايه الاعراض دي وايه سبب الالام دي؟ هو مبدئيا يعني احب اطمن المشاهدين ان بناء على احصائيه منظمه الصحه العالميه، 80% من الناس بيمروا بفتره من فترات حياتهم بالم الظهر من سن 15 ل 60 سنه. 90% من ال 80% دي ما بيحتاجوش جراحه. علاج دوائي، وفي خلال 6 اسابيع بيكون الامور استجابت للعلاج الدوائي او للراحه. ممكن نقول 10% بس اللي هو ممكن يكون محتاج فيه تدخل جراحي. زي ايه بقى؟ الحالات اللي بيبقى فيها تدخل جراحي، الاعصاب، لو في ضغط على الاعصاب، لو الالم مع المريض بيزيد،
استمر من 6 أسابيع لثلاث شهور وما فيش تحسن ومستمر معاه، في علامات خطيرة دي بتبقى لازم نخش فيها تدخل جراحي. يعني مثلا زي لو المريض حاس بتنميل في منطقة الحوض، أو حاس مثلا بضعف في رجله. دي الأعراض. لو يعني حاس على السادة المشاهدين إن هم يركزوا في الأعراض دي. لو حاس بسقوط في القدم. دي كلها أعراض بتدل إن في ضغط أو كومبريشن كبير على العصب. لو استنينا هيبقى التصليح او العلاج التدخل بعد كده مش هيجيب النتيجه اللي احنا مستنيينها زي ما نتدخل بعد الاصابه على طول. لكن 90% زي ما بقول لحضرتك من الام اسفل الظهر بتبقى بتستجيب في خلال 6 أسابيع للعلاج الدوائي. طب ايه الاسباب الدوائي. يعني ايه الاسباب؟ ايه الاسباب ده؟ عشان نعرف الاسباب احنا الظهر بيتكون من ايه؟ احنا عندنا الظهر عباره عن فقرات والعضلات اللي هي ماسكه بطول الظهر، دي اللي هي سند الظهر كله. عندنا أربطة ماسكة الفقرات ما بينها وبين بعضها عشان الفقرات دي ما تتزحزحش أو تبقى ثابتة. الفقرات عندنا الغضروف، وده مخدة كده زي الغضروف بتاع الركبة اللي قلنا عليه، طريقة زي فيها مية كده. عندنا الأعصاب، ضفيرة عصبية. طب الغضروف ده وظيفته إيه يا دكتور؟ الغضروف ده وظيفته طبعا مهمة جدا. أولا بيمنع الصدمات ما بين مع العمود الفقري، بيمنع الاحتكاك الفقرات مع بعضها، ودي طبعا حاجة ربنا عاملها عشان يعني تمتص الصدمات وتمنع الاحتكاك، عشان لو غير كده هيبقى في ألم وخشونة سريعة في العمود الفقري. الألم بتاع الظهر 70% من ألم الظهر بتبقى من العضلات، نسبة بسيطة بس ممكن من الغضروف أو بعض الأمراض التانية. تبقى من العضلات إزاي؟ يعني إيه الأسباب يعني؟ بيبقى تقلص، بيبقى من تقلص العضلات، من ضعف عضلات الظهر. بيحصل تقلص في العضلات. طب ده بيبقى نقص فيتامين ولا ده إيه؟ بص إحنا عندنا حضرتك، هو لا مش نقص، هي عوامل كتير. إحنا عندنا حضرتك الآلام أسفل الظهر، هي ليه أشهر مكان أسفل الظهر عامة؟ اولا اسفل الظهر ده هو اللي شايل العمود، اللي شايل العماره كلها، او الاساس اللي شايل العماره كلها، فالحمل كله بيبقى عليه. تاني حاجه ان عندنا منطقه اسفل الظهر هي الفقرات القطنيه، واسفل الظهر اللي احنا بنقول مثلا اخر 5 فقرات اللي هي الفقرات القطنيه مع الفقرات العجزيه، اخر 3-4 فقرات من الفقرات القطنيه تعتبر هي منطقه اسفل الظهر. المنطقه دي هو العمود الفقري مش واقف مستقيم، حتى لو الانسان واقف كده العمود الفقري لو بصينا له بالجنب هنلاقي فيه انحناءات طبيعيه. اكتر مكان فيه انحناء هو موجود في اسفل الظهر، فده بيبقى اضعف مكان طبيعي. حضرتك عارف المكان اللي فيه التواء لو عليه كومبريشن بيبقى اضعف مكان في الاصابه. تمام. فعضلات دايما العضلات اسفل الظهر فيها بيبقى فيها الاجهاد اكتر والحمل عليها اكتر. فبيحصل نتيجة تقلص عضلات، ضعف عضلات الظهر، مريض بيعمل حركة وضع مفاجئ، حصل تقلص وشد في العضلات، بيشيل حمل زيادة، حصل تقلص في العضلات. وبقول دايما للمرضى ان اجهاد الظهر مش معناه ان انا اشيل بس حمل زيادة. انا ممكن ابقى قاعد بس قاعدة غلط، وده اجهاد لعضلات الظهر، ساعة ساعتين قدام الكمبيوتر او على المكتب زي ما حضرتك بتقول. قاعد متني منحني لفترة طويلة، ده اجهاد لعضلات الظهر. نايم، مش هقول لك ان انا قاعد كمان، يعني انا نايم على السرير بس مرتبة مقوصة اسفنج او كده، ده فعلا ده هقوم الاقي عضلات ظهري تعباني. لو انا مثلا تعرضت للتكييف او للمروحة بطريقة مباشرة ده برضو بيعمل اجهاد لعضلات الظهر. فمع وجود ضعف لعضلات الظهر الاجهاد ده يبقى سبب سهل جدا ان اي حركه اي تصرف ممكن يعمل تقلص والم في عضله الظهر. طب ده ممكن يؤدي الى ايه يا دكتور؟ يعني هو لو تجاهل هذا الالم ممكن يوصله لفين؟ هو هيبقى الم مزمن معاه، هيبقى عرضه ان يحصل انزلاق غضروفي بسهوله لان العضلات اللي ماسكه الظهر ضعيفه. والانزلاق الغضروفي مش شرط ان انا اكون بشيل حاجه تقيله، انا ممكن لو بميل بجيب منديل بس وانا بميل وبقوم بعمل وضع غلط مفاجئ للعضله، حصل شد في العضله، حصل الغضروف اتحرك من مكانه. ممكن العطسه تعمل. العطسه ده ازاي يا دكتور؟ لو واحد في وضع برضه مش مستقيم، ظهره متني،
رجلي مرفوعه وقت يحصل في يعني انزلاق عدسة في وضع غلط. فعوامل كتير اللي هي بتعمل الالم في الظهر. العضلات قلنا 70% من الم الظهر. الاربطه اللي ماسكه الفقرات لو في تزحزح في فقره من الفقرات بيعمل اجهاد، لان الاربطه دي ليها تنشن معين وليها مدى معين، لما بيحصل شد عليها بيحصل اجهاد في عضله الظهر. بس لازم نفرق ما بين لما يجي لي مريض مثلا انا بيقول لي انا مثلا عندي الم في ظهري. طب الالم ده لازم نفرق هل هو من الظهر ولا حاجه اسمها ريفيرد بين، يعني ممكن يبقى عندنا الم الكليه مثلا بيسمع بيعمل الم ظهر، الام بعض الام البنكرياس، الام الدوره الشهريه عند السيدات تعمل الم الظهر، التهابات المثانه البوليه تعمل الام في الظهر. فلازم نفرق نستبعد ان الالام دي هل هي الام ريفيرد بين حاجه بتسمع في الظهر ولا هو الم الظهر. الام الظهر زي ما قلنا حضرتك في ممكن الام العضلات، الام الاعصاب اللي هو لو حصل انزلاق في الغضروف بيحصل طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك الغضروف وراه في غرفه بيطلع يمين وشمال ضفيره عصبيه تغذي الطرفين اليمين الناحيه اليمين والناحيه الشمال في الجسم. دكتور في ام رحمه معانا من اسكندريه عايزه تستشيرك في حاجه. اتفضل. ام رحمه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك ربنا يخليك. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور انا ركبتي الشمال اما بيبقى الجو ساقع بتقلمني، لكن في الصيف ولا في الحر ما بتقلمنيش. تمام. حضرتك عندك كام سنه يا مرحبا؟ عندي 41 سنه. تمام. ووزني 90 او 88 وطولي 150. حضرتك بتشتغلي ولا ربة منزل؟ لا حاليا ربة منزل. قبل كده كنت بتشتغلي؟ قبل ما اتجوز يعني. تمام. حضرتك ساكنه في الدور الكام يا؟ حاليا في اول دور، كنت ساكنه في الخامس. كان في اي اصابه عندك قبل كده في الركبه؟ لا 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 ما فيش اي اصابات او اي حاجه في الركبه حصلت قبل كده؟ لا لا لا. بيحصل تورم معاكي؟ لا 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 ما فيش تورم. طب الالم ده بيبقى في ركبه واحده ولا في الاثنين؟ هي الركبه الشمال بس. الركبه الشمال ما بيحصلش تنقل مثلا من في اليمين او الشمال او؟ لا 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 لا. تمام. والالم ده بيبقى اكتر امتى بقى، بالليل ولا الصبح لما تصحي من النوم؟ هو دايما يعني في الساعه. في الساعه يعني في جو البرد بس، لكن ملوش علاقه سواء بالليل او الصبح. لا لا. طيب مع المشي وطلوع نزول السلم بيبقى في الم عندك؟ لا لا لا. ماشي يا فندم. اتفضل. ماشي يا فندم. دكتور هيرد على حضرتك. في الحاله دي بتبقى الالم اللي عند ام رحمه ما بيبقاش الم من خشونه الركبه او من نفس الركبه، ده بيبقى الاوتار والاربطه بتاعت الركبه. لما بيحصل في الساعه زي ما بتقول بيحصل زي تقلص او انكماش في اربطه الركبه، ده بيعمل الالم اللي هي بتتكلم فيه ده. الحل ان احنا لازم نعمل تقويه للعضلات للفخذ، ممكن يبقى عندها ضمور او ضعف في عضلات الناحيه الشمال اكتر من اليمين. ممكن يبقى هي درجه الخشونه في الشمال اكتر من اليمين. في حاجات تانية برضو بتبقى خارج الركبه وبتعمل الام في الركبه، زياده الاملاح او نسبه الاملاح اللي هي اليوريك اسيد اللي بتسبب النقرس، لو زادت لفتره طويله بتعمل ترسبات في الاملاح، هي بتبقى اشهر في المفاصل الصغيره بس برضو بتصيب مفصل الركبه. ولو المفصل فيه مشكله حتى لو بسيطه، أنا يعني بقول للعيان دايما لو عندي جرح بسيط جدا وجبت عود كبريت، طبيعي ان عود الكبريت لو مشيته على الجلد العادي مفيش ألم، لكن لو مشيته وسط الجرح هيبقى الألم شديد. لا هو الجرح في حد ذاته البسيط ده يعمل الألم ده، ولا عود الكبريت اللي انا مشيته على الجلد يعمل، بس وجود الاثنين مع بعض هو اللي بيعمل يظهر الألم زي ما بنقول. تمام دكتور، عشان وقت حلقتنا عايزين بس نقول للمشاهدين علاج سريع تمام لألام او رشدة سريع لعلاج ألام الظهر. هو بص لعلاج ألام الظهر احنا بقول ده من الوقاية اهم من العلاج. الوقاية اهم من العلاج، ده مقولة حقيقية خصوصا في امراض العظام. لان نراعي كذا حاجة. اولا نمط الحياه بتاعنا زي ما قلت لك لازم يتغير. الوزن لازم يقل،
ما ينفعش ان احنا نسيب الامور وزننا بال 140 وال 150. كانت بتجيلي حالات يعني بتبقى 150 كيلو بتقول لي انا مش عارفه ركبتي بتوجعني ليه او مش عارفه ضهري بيوجعني. اصلا شايله حامل لوحدها. فبقول لها يعني انت مش واخده بالك من اي سبب تاني. فاول حاجه احنا لازم نبعد عن الاسباب اللي ممكن تؤدي لكده. يعني زي ما قلت لحضرتك طريقه النوم. طريقه الشيل وانا بشيل حاجه اشيلها اطلع بجسمي ما انزلش واطلع بظهري. التمرينات اهم حاجه ان احنا نعمل تمرينات لتقويه عضلات الظهر. دكتور يعني للاسف وقت حلقتنا خلص وشرفتنا والله واستفدنا من المعلومات الطبيه دي وان شاء الله لينا لقاءات ثانيه علشان يفيد الساده المشاهدين اكتر واكتر. تمام ان شاء الله. لان ده فعلا ناس كتير بتعاني من المشاكل دي ومشاكل العظام عموما مش بس الركبه وخشونه ويعني في مشاكل كتير بتعاني منها الساده المشاهدين. تمام ان شاء الله نستضيفك في حلقات ثانيه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين للاسف انتهى وقت حلقتنا. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجديده يوم الخميس القادم. تصبحوا على خير.